بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. باقي في دجي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مما لا شك فيه أن الثقافة الإسلامية الممهدة على الكتاب والسنة قد تم لها استيعاب ومسايرة أرقى ما وصل إليه العقل البشري في مختلف العلوم من فيزياء وكيمياء، من حساب ورياضيات، من فلسفة وعلوم إنسانية، من بيولوجيا وجيولوجيا، من تاريخ وجغرافيا، من هندسة واختراعات. فقد تفوق المسلمون في فروع هذه المعرفة منذ عصور الازدهار، لكن أخلاقياتهم اليوم متغايرة تماما عن أخلاقياتهم بالأمس، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ما يصدق أن تدريس المواد الدينية بما يحتويها من لغة وقراءة وتطبيق وإتقانها بصورة تتناول الأخلاق الإسلامية الصحيحة دون تحريف أو تغريب أو استيراد ليس بالأمر الهين، لأن ما يسميه علماء النفس بشركاء التربية السريين كالرفقاء السوء والكتب والمجلات والجرائد والنشرات والإذاعة والتلفزة ربما لا يترك مجالا للنجاح. أرى طوفان أهل الغرب يطغى وأهل الشرق سادتهم نيام، فإن لم يأتنا نوح بفلك على الإسلام والشرق السلام. ولو تركت فطرة الإنسان وأصالتها من غير محاولة لإفسادها وتشويهها لما انحرفت عن عهد الله. لا تبديل لخلق الله، ولكن ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فيقول عز وجل في حديثه القدس: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم من دينهم وحرمت عليهم ما حللت لهم. وإن الله لا يغير نعمة أو بؤسا، ولا يغير عزا أو ذلة، ولا يغير مكانة أو مهانة إلا بقدر ما غير الناس ما بأنفسهم. لكن التغيير المرغوب يحتاج إلى وقت أولا،
وإلى بيئة ملائمة ثانيا وإلى أسلوب ومنهج سليمين ثالثا وإلى رجال مربين ونساء مربيات رابعا وأخيرا. فبقدر ما يكون عند الولد من معلومات أساسية عن الأخلاق الإسلامية تلقاها من والديه ومعلميه، بقدر ما يستطيع هذا الولد ويتاح له التحرر من نفوذ أولئك الشركاء. فالأم دائما والأب أحيانا والمعلمون بين فترة وأخرى، منهم تكون الأخلاق الخام لدى الأطفال كما يكون العجين الخام من يد الخباز. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن فلسفة التربية ككل وفلسفة التدريس بوجه خاص قد لا يمكن أن تكون بمعزل عن الواقع الاجتماعي للمجتمع الذي يعيش فيه. لكن إيجاد فلسفة تربوية صالحة لابد أن يقوم بالدور الأكبر فيه أبناء المجتمع الذي ستطبق فيه هذه الفلسفة، وهذا ما ذهبت إليه الأكاديمية اليابانية في طريق صنعها الإنسان الياباني. هذا الإنسان عندهم يحسبونه جزءا لا يتجزأ عن الجذور وعن المبادئ اليابانية. إذن التربية الصحيحة كما ذكرنا لا يستطيع القيام بها شخص واحد، بل تحتاج إلى تكاثف جهود كثير من المتخصصين الواعين بواقع مجتمع إسلامي. لأن الدراسة الإسلامية لها دور لا يستهان في بناء حياة المسلمين أفرادا أو جماعات، وليس المقصود مجرد التمسك بتراث الماضي فحسب، ولكن بحيث تكون هذه الدراسة مصدرا حيويا متجددا ومتطورا تمتلك من المرونة والتفاعل المتجانس والمنسجم ما يجعلها صالحة لكل زمان ومكان، بل لكل بيئة ومجتمع. قل جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور ومن هدى يبين لنا بوضوح أن العملية التربوية فردية كانت أو اجتماعية ربما تهدف إصلاح الفرد كما تستهدف مع ذلك إصلاح المجتمع، لأنها تدعو إلى تربية الإنسان الصالح الذي يعم خيره الإنسانية جمعاء. وربما يقر في أذهانهم بأن الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي ولا أبيض على أصفر أو أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. فيجب أن تشمل هذه العملية التربوية معارف الإنسان ومفاهيمه، مهاراته وقدراته، شعوره وعواطفه، قيمه واتجاهاته، بحيث تصبح أفضل مما كانت عليه قبل عملية التعليم والتعلم. لهذا
قرر المستشارون المدرسيون أن حقوق الأولاد تنقدم على حقوق الوالدين، وذلك أن لكل ولد حق، حق المطالبة، يعني بدراسة مدرسية ولو كره الكافرون من الوالدين أو الأقربين. وهذا ما دام يسمح لهم، يعني يسمح للوالدين بتأخير إرسال أولادهم إلى المدرسة لأسباب أنانية أو للمحافظة على المظاهر. والسؤال الحازم لكل أم أو أب هو: متى يصبح ولدنا ناضجا للمدرسة؟ وعلى هذا يحرص نبينا الكريم على أن يكون طلب العلم من المهد إلى اللحد. لكن حتى إذا بلغ سن الدراسة، إلا أن هناك من الأبوين من يخدعون لما يسمى بظاهرة التسرع، لا بريكوسيتي. فقد يأتي الولد إلى المدرسة لكن نمو جسمه لا يعبر عن نموه العقلي ونموه الروحي. وكم من أم وكم من أب طموحين يقولون باعتزاز: إن ابني يستطيع منذ الآن أن يردد عن ظهر قلب 3 أبيات من الأناشيد، وأن يكتب حروف الأبجدية كلها، فهو إذن بذلك نابه جدا. وهم لا يعرفون أن النضوج للمدرسة هو الكفاءة، يعني استيعاب قيم أخلاقية بواسطة الدراسات لا بواسطة الأناشيد أو الصفوف. لذا قسموا أهداف التربية والتعليم إلى فردية وأخرى اجتماعية، إلى أهداف معرفية وأهداف مهارية، إلى أهداف وجدانية وأخرى عاطفية. وهذا حسب قربها وبعدها وحسب عمومها وخصوصها، تبحث أهدافا قريبة أو أخرى بعيدة المدى، وكذلك أهدافا عليا وأهدافا عامة وأخرى خاصة أو جزئية. إذن فيما يلي إن شاء الله سيأتي تفصيل كل هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.